القهوة هي من أكثر المنبهات المصامة حول العالم، وعند الصين في شروط لاستعمال هالمنبه. عندنا كثير عالم بينتظروا وقت الإفطار لحتى يشربوا قهوة من جراء العادة أو من جراء العاز، ولكن شرب القهوة عند الإفطار لازم يكون من بعد ما ناكل. ليش؟ إذا فطرنا على القهوة أو كسرنا الصيام بفنجان قهوة، شغلتين بتتم علينا. واحد، بصير عنا تهيج بالمعدة، هذا بسبب ألم ولا عيون. واثنين، لأنه الجسم جائع وما في سكر بالجسم، المنبهات رح تسبب تسارع بضربات القلب، وبالتالي بشكل ايديال لازم تكون القهوة ساعتين من بعد ما ناكل. هلأ إذا نحن بحاجة للقهوة، ناخد حبتين أو ثلاثة تمر لحتى نعبي معدتنا شوي، ناخد شوية سكر، وبالتالي من بعدها ناكل. القهوة والمنبهات بيقدروا يسببوا إضرار بالبول. إضرار البول بينشف الجسم من الماء، وبالتالي زيادة القهوة أو المنبهات عند السحور رح يسبب عطش. في كتير عالم تتقصد عند السحور إنه تشرب قهوة زيادة لحتى يمكن تقدر تداين من خلال النهار، لما يكون عندها وجع راس، حتى ما تحتاج القهوة خلال النهار. ولكن هيدا شيء ندفع حقه بالديهايدريشن وندفع حقه بالعطش. وبالتالي إذا بدنا نشرب قهوة، ناخد كمية القهوة اللي احنا معودين عليها ما بين الإفطار إلى العشاء، وعلى السحور ناخد الكمية القليلة لحتى ما نشرب جسمنا من ماء خلال السنين.